هذا التصميم هو عبارة عن حل لمشكلة التنقل عند السوريين. هذا الابتكار نتج عن حاجة حقيقية لكل شخص، كل شخص بيحتاج وسيلة نقل، يعني سواء سيارة أو دراجة نارية. طبعا الوضع المالي هو اللي بيحكم الأمر. نحن بس يكون معنا مبحبحين بنشتري سيارة، بس اللي يكون ما معنا أكيد بدنا نستخدم الدراجة النارية. بدنا حل لهالوضع. شو الحل؟ إنه نسوي سيارة تكلفتها تقريبا بسعر تكلفة الميتور تقريبا يعني، وتخدمنا مثل ما بتخدمنا السيارة. هلا باختصار، موضوع الكهرباء هو الموضة اليوم، العالم كله ماشي باتجاه السيارات الكهربائية، وبعد فترة راح يلتغى شيء اسمه سيارات ذات محرك بنزين أو مازوت مثلا، كل راح يصير كهرباء. حتى في دول بدها تمنع مسير السيارات غير الكهربائية. سرعتها تقريبا 50-60 كيلو، طبعا السرعة بطيئة تناسب العائلات، يعني ما أنا مضطرين، وأنا من نوع ما بحب السرعة، ولكن لاحقا إن شاء الله راح يكون في إصدارات أسرع ممكن تخدم الشخص اللي بحب السرعة أكثر. أنا بتمنى أنه إن شاء الله يصير عندنا إنتاج السيارات، تكون سوريا مركز لإنتاج السيارات وتصديرها، يعني بدل ما نستورد سيارات بنصدر سيارات، أو على الأقل نبطل نستورد، وإن شاء الله أنه العائلات تتمتع برفاهية اقتناء سيارة رخيصة التكلفة ورخيصة التشغيل، ما بتحتاج صيانة، ما بتحتاج الأمور هاي كلها.